اختي صفية جات تخطب لوليد هنسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام، تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد، تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جابيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية. بابا بابا شنو هذا؟ حليب. حليب؟ لا لا بابا، احنا نشربو حليب رامي. وعلى بالك على خيام حليب رامي. حيوية ابروبو فيتامينات منا. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي لكل من تحبون. تجدون دائماً القدرة على منحهم أفضل ما عندكم وتختارون الجودة. لإعداد فطور الصباح المثالي لهم. ولكن أحياناً فقط زبدة الراعي تكفي. زبدة الراعي مأخوذة من أجود المراعي. فهمت على شقيتي روحها كاميليو، انا درت لي عليا دغيا طوطو عليلو شي ميريت بيان اون بلوس سي مون ريستو بريفيري. À chaque fois que je mange ici, ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekler. Çok güzel. Toto, uşkult, uşkult. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. Boutique du voyage. Tunadın. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كريم بونجور، أروع شعور لأحلى فطور. مع توب سول فريشور لافاند، عطر جميل يغزو منزلكم. تبسل ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كاسبا إسطنبول. Gerçek ustaların ellerinden.
الو وي واش مرت عمي لاباس راكي مليحه يماك لاباس مرت عمي او مليح لاباس واش خصو توحشكم بزاف مرت عمي عيطوا له يجي مش عارف طا شويه جاب لي ربي لالو ايه ها معاك ها ها الو اما والله ما توحشتكم اما ود عمي لي عطاني ثلاث مو لا 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 السقله والربيط جوج صباح وزوج حشيه بصح يبغيني مسكين اسمعي عبي شخصي مكاش كاش اوبسيون دوك مانيش عارفه ني قش في التليفون تاع عند يماه لا لا كاين كاين وكاين اوبسيون واحده اخرى واش هي تنحي الريحه من الرجلين وكاين اوبسيون تغلق العين اللي محلوله اه راه مريض بزاف 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 صحه 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 با واش بك عمي عمري لا لا يماك لا لا مالا شكون خويا خوك خويا الخروف مسكين راه مريض بزاف وموالفني لازم يكون معايا تربيتو كيف كيف شحنو ايه كان كبير ولا هو لا لا معزوزي هو شوف ود عمي عليلو ما كذبش عليك انا لازم نروح للدار وين تروح داركم ايه دارنا يا وديري يا حتى مهبول شحنون انت مريضك في دار عمك تقعد هنا عشرين سنه ماكش لي ديرونجي ياح اقعد بيت هنا اقعد تعشى يوم خوك يدبر راسو بالباب واش كاين فما حي واش بيك سحنون مدي قيزي مشي قلت لي نروح نشوف الخروف عذرا انا مشي سحنون انا سعدون الاخت سحنون يو اللي كنت عايش في الخارج تومي هذا سعدون خو سحنون فوله وانقسمت على ثلاثه وشني هذا رايح في البيدون هذه بتاع عمك ياسمين اه بتاع عمي ياسمين كبرتي يا كنت غير صغيره بونجور بونجور ميسيكي سي ما كوبين اه داكور سعدون يا جام 92 مصر وحسني واليامات وشعره بجيها هيا انا امو جيت من 90 وعندي مستوى تعليمي لا باس به صافي دير قاري بصح انت غبي وحابس يا سعدون تصارى انا غبي بالك ندير لك 5 دقائق انايا ماشي حتى ما تاكل الفاميليا عن بالك صح لو كان هنا خالدي جو سمعت هذه الهضره اسكت اسكت انت غبي وحابس ومخك فيه الرتيله فيه كاريير تاع رمله تجاني باغي نسقسيك شارك تخدم اني نخدم في الشباب عمي محمد دبر على قمشتك عندي باركينج واعر وبابي فوت قلت راس بيغا ما فيه بابي فوت على بالك بلي المعيشه راهي تغلى وهذه البابي فوت راهي دايمت لك ماكش باغي دير استراتيجيه ولا كاش عفسه باش تبني المستقبل تاعك تبني ماسون هذايا عمي محمد انا جامي خدمت ماسون انا خدمت سباغ بريكوليت مع جماعه وجنيا شغل نخرج من الصبيغه نكذب عليك تبان وين تدخل تخرج انت جامي دخلت وقعدت في بلاصه وليد عمي جبت لك الجوع على بالي جيت من بعيد وقعدت شان انا فاني جيت من القريب واني حاب نشرب اشرب الفرقه هذيك اللي في شعره ما على خير على بالك رايح في القاري حيعييني سعدون انا غمني على بالك قاري بزاف قاري وانا مشي قاري بصح مشي قاري عليلو خسرت يديك خسرتهم له البارح اقسم بالله لا فيروس اسمع ابي سقسيك سعدون كاين كيف ندرز لك فوق وجهك نسق لك كيما كنت ندير لخوك سحنون تسقلني يا شكون اللي قالها لك هذه عبك بلي نقبع بزاف وانت على بالك بلي انا بطل في الملاكمه وعندي بريمير دان كاراتي حبك بزاف سعدون قد اسمع سلخير عليكم خديجة سافا عليلو الله يسلمك ياه سبحان الله شبه سحنون هذا سعدون خوه التومي بصح هذا راح في الزيتون ليه الله يبارك وهذه هي خديجة قرية سبيطار في الطبيب الله يبارك واش من سبيسياليتي بو انا مازال ما جوش لك زعما فينال بصح راني حابه ندير كارديولوجي الله يبارك انا قاري طب الاطفال وعندي شويه معلومات على القلب تفضلي ريهي تفضلي نوت خليني نسمع نوت نحكي لك على اليابان اليابان مثلا كون يدو مخ هذا الحابس عليلو يدو فماك يحللو مخو يصيبوهم لانسلوكا يصيبو فيه برويطه بلا روده كابابلي نحلو ليك البرويطه يخلولو مخو فارغ كيما راه دروك
عندهم خديجة بزاف على بالك. شغل انا فاني رايح في الطبيب شغل فرملي شو ها مشي رايح في الدواء في وجهي مثلا في القلب. القلب كاين عملية تاع الشريان. انا منحبش بزاف القلب خديجة. انا نحب الكبدة تروح مشوية نترشق من غير بالي. كاين عملية تاع الشريان وخلوا القلب وروحوا للأسنان. العملية تطوروا اول لو كامل باللازر. صح خديجة احنا الأسنان كنا نقبضوا ضرستنا ونبطر ميها فوق القلم وتقول يا ربي هاك سنة الحمار واعطني سنة الغزال. غبي مستوى دنيء. ما يشرفنيش انك تكون من العائلة تاعنا. هاو سعدون اطبع عاقل فاهم يعرف يهدر مشي كيما عليلو مسكين. 5 + 5 ألف راك. خير عليكم. مس الخير عليلو. يا سمحولي لقيت الباب مفتوحة دخلت وقيل عندكم ضياف. لا مريم معليش هذا سعدون خوس حنون. ايه بالاخر تشبه له فوتوكوبي الله يبارك. يبارك فيك اختي. حقا مريم نسيت ما قلت لكش يعطيك الصحة على القاطو تاع الصباح. بوه بلا مزية. ما تقولي ليش بلي هذه هي اللي طيبت هذاك القاطو البنين. اي والله هي بدات. في حياتي ما كليت قاطو بنين كيما اللي طيبتيه انتيا. ياه عجبك بختو عليلو ما عجبوش. المهم زيد شكرني شويه زيد. ديري شويه يديك هاك. الله يبارك كل صباع بصنعه. وعلى بالك باللي الدراسات الحديثه اكتشفت باللي المراه اللي تعرف الطيب تقدر تكون مسؤوله وتكون عائله نورمال. مسؤوله ونتزوج نورمال. غبيه. على بالكم هذاك سعدون يقريني يضحكني يلعب معايا نقصرو وكان خرج يا اخويا. ورا هذاك عليلو الخداع ورا يخليني نطومبيني 7 سوايع ونص وانا في لاري تاع الكيران. ها حتى وفرت الشبل تماك. ما تتقلقيش. كيفاه ما نتقلق؟ قولي كيفاه ما نتقلقش. اودي ما تقلقيش ريحي تباني بلي انسانه طيبه انسانه حنونه. على بالك بلي الدراسات الحديثه اكتشفت بلي المراه المقلقه اللي كيما انتيا تتسبب لها امراض مزمنه. مع انتي راكي تباني انسانة عفوية وانسانة عندها قلب ابيض. كيفاش ما تحكمنيش الامراض المزمنة يا خويا؟ كيفاش مع هاد الفاميليا 7 سنين ونص وما شاديني. بصح قولي انت شكونك؟ انا سعدون خو سحنون. ايه سعدون خو سحنون تاع القرنون تشبه له الله يبارك. انا المهم مرة اخرى ان شاء الله ونولي نحكي لك قصتي من الالف للزاد. والله غير طلعت لي المراد زين هكذا. باي بوفوار. غبية. هذاك سعدون هايل قاري فاهم اللي فليكس خاوغ بينيغ نحالي على خاطري. بالكم الخاوة سعدون عنده انت خبال فوا والله. هيا سعدون غني لنا. سعدون سعدون سعدون. راح الغالي راح آه والدغرام معاه خلاني نبكي ومحير ومفكر وين نلقاه. خلاني نبكي ومحير ومفكر وين نلقاه. قلبي قلقني رب العالمين يا رايح وين مسافر حتى تولي. واش ميزي الضرب خديجة؟ غبي. غبي ومجموعة أغبياء كما تقول الدراسات الحديثة. بصح عليلو عنده اون تخي بيل فوا وسعدون شويه سافا. بصح عليلو فار.
راني ستة. يا ستة حبسوا كيما راكم، واحد ما يزعد. كاميليا فكريني في الكلمة تاع العام اللي فات، هذيك اللي رفضت كاع فرنسا. انتي كونستيتيوشنالمون. قولها سعدون. ما كاش مشكلة، سهلة. انتي كونستيتيوشنالمون. أثبتت بعض الدراسات أن المستوى تاعي الدراسي كإنسان مثقف وقاري ما يسمح ليش باش نريح مع مجموعة من الأغبياء. مشي 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 مشي. والله ما زيد نحطك راعي في هذه الدار. مشي مشي مشي. ها كاميليا قبضني يا الحابس. سيكري باسي ما نقدرش يقولها. قبضني ما يعرف. قلتك ما يعرفش يقولها. أنا نعرف نقولها. Anticonstitutionnellement. كرهتو في الدم على بالك، وش الله ما يوليش. توحشت سحنون. بو ما توحشتوش بزاف بزاف. وش نيت وحشت؟ ولد عمي. يلا محمد سحنون. ولد عمي. باك باللي خليت لي فراغ كبير، خليت لي فراغ كبير راني نقول لك. الله يسلمك. صامت عباك باللي تا صامت. الله يسلمك. مزعوق. على بالي. حابس. مور. كي راني فرحان بيك، قررت باش تجيب خوك الصغير الخروف، يضرب عندنا هنا يا مات، كاني شعرب، صاير داير. بس كوتش. الصبع من عنده ود العب، تفاحة. والحياة بلا سحنون، كتبيخة بلا قرنون. İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. مع توب سول فريشور لافاند، عطر جميل يغزو منزلكم. توب سول ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. كريم بونجور، أروع شعور لأحلى فطور. فهمت أنا شقيتي روحك كاميليو، أنا درت لي عليا. دو ريان طونطو عليلو، تي ميريت بيان. أون بليس سي مون ريستو بريفيري. À chaque fois que je mange ici, ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekler. Çok güzel. Tonton, uşkult, uşkult. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. جديرة من زبدة الرعي، لست الوحيد الذي يفكر بها. طبعا طبعا شنو هذا؟ حليب. مش الحليب. حليب. لا لا طبعا احنا نشربو حليب رامي، وعلى بالك على خيام حليب رامي. هيا ويا فيتامينات. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر،
بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي. خالتي صفية جات تخطب لوليدها نسيم. مرحبا بكم. خالتي عيشاء رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصل دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد بتركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جافيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانيه.